بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم. من الذي يسأل في يوم القيامة عن نعمة الملك؟ الجواب: الملوك يسألون في يوم القيامة عن هذه النعمة. هل الناس العاديون غير الملوك يسألون ماذا صنعوا بهذه النعمة؟ لا، ما كانوا يملكون هذه النعمة حتى يسألون عنها، حتى يسألوا عنها. في يوم القيامة من الذي يسأل عن نعمة الصحة؟ هل المرضى يسألون عن نعمة الصحة؟ لا، ما كانوا يملكون هذه النعمة. في يوم القيامة من الذي يسأل عن نعمة الزوجة؟ الشخص الذي لم يتزوج يسأل عن نعمة الزوجة؟ لا. هل الجاهل في يوم القيامة يسأل عن نعمة العلم؟ لا. الفقير يسأل عن نعمة الثروة؟ لا. القضية واضحة: المتنعم بنعمة في الدنيا يسأل في يوم القيامة ماذا صنع بهذه النعمة. هناك آيتان في القرآن الكريم قد يحدث خلط في مجرى هاتين الآيتين، في مورد هاتين الآيتين، وهما آيتان عن بعدين مختلفين. الآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في يوم القيامة الناس يسألون عن النعيم. ما هو هذا النعيم؟ الآية الثانية الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حساب لأعمال الإنسان. هناك فوارق بين مورد الآيتين المباركتين. الآية الأولى تتحدث على الأصح عن شيء محدد، عن النعيم. ال هنا على الأصح للتعريف ليس للاستغراق، عن نعمة محددة، عن شيء محدد، بخلاف الآية الثانية التي تتحدث عن نكره، خيرا شرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي خير، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي شر. فالآية الأولى عن شيء محدد، الآية الثانية عن كل الأشياء. الفرق الآخر بين الآيتين، بين مورد الآيتين المباركتين، أن الآية الأولى سؤال عن نعمة من الله عز وجل، الآية الثانية عن عمل الإنسان. فمن يعمل مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا وشرا. نرجع إلى سؤالنا، الآية المباركة التي تقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ما المقصود من كلمة النعيم؟ تفاسير العامة، عندما تصل إلى هذه الكلمة، كلمة النعيم في هذه الآية المباركة، تقع في خبط شديد. حقا الإنسان أحيانا يستغرب من بعض المصادر، من بعض التفاسير وغير التفاسير. بعضهم فسر هذه الكلمة، كلمة النعيم، ما المقصود من النعيم؟ قال المقصود من النعيم في هذه الآية المباركة هما الأسودان، التمر والماء. دعوا مسألة هذه الكلمة الأسودان، لماذا أطلقت هذه الكلمة على الماء؟ هذا حديث لا علينا به، الماء ليس أسودا. على أي حال، قالوا بعضهم قال المقصود من النعيم التمر والماء. ليس عجيبا هذا التفسير؟ يوم القيامة الناس يسألون، شيء مهم عظيم، يسألون عن التمر والماء. بعضهم قال المقصود من النعيم في هذه الآية المباركة الماء البارد. يبدو كانت هناك علاقة خاصة بالماء. البعض قال المقصود من النعيم في هذه الآية المباركة الأطعمة اللذيذة. البعض قال المقصود من هذه الكلمة، كلمة النعيم في هذه الآية المباركة، الحذاء والماء البارد والسقف. هذه موجودة في تفاسير مهمة للقوم. يبدو هذا الماء البارد أيضا يجري كل مكان. بعضهم قال لا، هذه الآية المباركة تتحدث عن كل النعم. بعضهم قال هذه الآية المباركة لعل أفضل تفاسيرهم
بالنسبة إلى هذه الكلمة بعضهم قال المقصود الصحة والآمن. كل هذه التفاسير عندنا لا تسوى شيئا. لماذا؟ لأنها لم تكن من المنبع الصحيح لعدل القرآن الكريم. الذين يعرفون معنى كلمات القرآن، موارد الآيات، كل تفاصيل القرآن الكريم، هم الذين لا يفترقون ولن يفترقوا عن القرآن الكريم. عدل القرآن، غير هؤلاء يقول شيئا عن آية قرآنية. من أنت؟ ما هو شأنك؟ أين مكانتك؟ هذه التفاسير ما وردت بطرق صحيحة عن عدل القرآن الكريم، لا تسوى عندنا شيئا. نحن عندنا التفسير الصحيح، الذين يعرفون تفاصيل ويعرفون كنه ويعرفون جميع عمق الكلمات والآيات القرآنية بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله، وإنهما لن يفترقا. أدل القرآن الكريم آل محمد عليهم الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، لهم تفسير آخر بالنسبة إلى كلمة النعيم. ما المقصود من كلمة النعيم في هذا المكان، في هذه الآية المباركة؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما المقصود من النعيم؟ ورد في الروايات الشريفة العديدة المستفيضة أن المقصود من النعيم الذي ذكرته الآية القرآنية هذه هو ولاية أمير المؤمنين. في يوم القيامة الإنسان يسأل عن مجموعة من الأشياء، هذه الآية المباركة لا تنفي أسئلة أخرى، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. في يوم القيامة الإنسان يسأل عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، يسأل الإنسان عن أمور. ولكن هذه الآية المباركة ركزت على سؤال محدد في يوم القيامة، وذكرت هذا السؤال بأدوات تأكيد حتما ويقينا، لام التأكيد، نون التأكيد، أنكم تسألون عن هذه النعمة، عن هذا النعيم. هذه النعمة التي هي أم النعم، سؤال ثاني يوجد، ولكن هذا السؤال هو الأهم. مركز حديثي في هذه الكلمة التي أقولها، هذا السؤال في يوم القيامة يطرح على من؟ من الذي يسأل في يوم القيامة بهذا السؤال؟ قوم نوح؟ لا. قوم موسى؟ لا. اليهود؟ لا. النصارى؟ لا. من الذي يسأل بهذا السؤال في يوم القيامة؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، عن ولاية أمير المؤمنين، عن ولاية أهل البيت، من الذي يسأل؟ البعض منا
قد يتصور تصورا أراه خاطئا. البعض يتصور أن هذا السؤال يطرح على النواصب في يوم القيامة. لا، هذا السؤال لا يطرح على النواصب. لماذا؟ لأن النواصب أساسا ما كانوا يملكون هذه النعمة في دار الدنيا، كيف يسألون عنها؟ الذي يسأل عن نعمة جوار مرقد سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، من؟ الذين يعيشون في مدينة كربلاء المقدسة، هؤلاء يسألون عن هذه النعمة. أما الذي يعيش في مكان بعيد يسأل عن نعمة جوار مرقد سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما كانت عنده هذه النعمة في دار الدنيا، كيف يسأل عنها؟ النواصب طبعا بسوء اختيارهم، الله عز وجل ما أجبرهم، هم اختاروا طريقا سيئا، بسوء اختيارهم ما كانوا متنعمين بهذه النعمة، بنعمة ولاية أهل البيت في دار الدنيا، فلا يسألون عنها في يوم القيامة. نعم، النواصب يعاقبون أشد العقاب على رفضهم هذه الولاية، والكلام له تفسير دقيق واضح، وكلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حتى لو ما عرفنا وجه كلامهم فهو كلام صحيح، كيف ووجه كلامهم معروف. الناصب يعاقب أشد العقاب على جحده، على رفضه هذه الولاية، ولكن يسأل عن هذه الولاية يقال له ماذا صنعت بهذه الولاية؟ ما كانت عنده هذه الولاية. فالآية المباركة ليست متوجهة إلى النواصب، متوجهة إلى من؟ إلى من كان يملك هذه النعمة في دار الدنيا، إلى شيعة أمير المؤمنين. هذا السؤال. اللهم صل على محمد وآل محمد. في يوم القيامة نحن نسأل عن هذه النعمة، في يوم القيامة يقال لنا ماذا صنعتم بهذه النعمة الكبرى التي الله سبحانه وتعالى أعطاكم. كيف دافعتم عنها؟ كيف وقفتم لها؟ هل تحدثتم عنها؟ القرآن الكريم يقول وأما بنعمة ربك فحدث، أية نعمة أعظم من هذه النعمة؟ هل تحدثنا بهذه النعمة التي نحن متنعمون بها؟ عندما نسأل ما هو مذهبنا، هل نرفع رؤوسنا بافتخار نقول نحن شيعة ونفتخر؟ نقول هذه الكلمة، نحن موالون ونفتخر؟ وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة المال يلزم أن نتحدث بها، نعمة الأهل، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة المقام، نعمة الوجاهة، نتحدث عن هذه النعمة. عن النعمة الكبرى لا نؤمر أن نتحدث عنها؟ هل احتكرنا؟ هذا السؤال نسأل، المؤمن سوف يسأل هذا السؤال في يوم القيامة، هل احتكرت هذه النعمة لنفسك؟ أم حاولت أن تنقل هذه النعمة لغيرك، لشخص محروم من هذه النعمة؟ حرمه الظالمون، الظلم الذي وقع على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أبعد كثيرا من الناس، من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، جعل الناس في جهل، في ظلام. هل حاولت أن تخرج هؤلاء من الظلام؟ شخصا واحدا، اثنين، ثلاثة، ألف، مليون، قدر استطاعتك. كيف كانت نظرتك لهذه الولاية، هذه النعمة الكبرى؟
هل أظهرت البراءة من أعداء أمير المؤمنين أم لا؟ حسب قدرتك، حسب ظروفك. مؤسف جدا أن البعض إذا سمع سب فلان من أعداء أمير المؤمنين يغضب، الله أكبر. إذا سمع شتم فلان من أعداء أمير المؤمنين يغضب، بدل أن يكون فرحا مسرورا. إذا شخص بين جرائم أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وعلى أعداء أهل البيت اللعنة، إذا شخص بين هذه الجرائم بعضنا يغضب. بالله عليكم، هذا ليس كفرانا لنعمة ولاية أمير المؤمنين. ما هو الكفران؟ شخص من أعداء أمير المؤمنين تذكر جرائمه، هذا فيه غضب؟ المحروم من هذه الولاية يغضب، طبيعي، لأنه لا يعرف مدى إجرام العدو لأمير المؤمنين. أما أنت الذي تعرف حق المعرفة أن الذي كان في قلبه ذرة عداوة لأمير المؤمنين فهو يعذب في قعر جهنم لو كانت في قلبه ذرة من عداوة لأمير المؤمنين، أنت تعرف هذا الشيء، فكيف بهؤلاء المجرمين الذين أسسوا الظلم على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ شخص يطعن فيهم أنت تغضب؟ هذا ليس كفرانا لهذه النعمة؟ لا علينا، هذه النعمة التي نحن متنعمون بها، التي سوف نسأل كيف تعاملتم معها، كيف شكرتم هذه النعمة. هذه النعمة هي نعمة عظمى؟ لا، هي أم النعم، كل النعم ترجع إلى هذه النعمة. النعم الأخروية بدون هذه النعمة لا تفكر في الجنة. أما النعم الدنيوية لكل الخلق فهي من الله عز وجل، تأتي إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، من أهل البيت تخرج تقسم. إذا الأدوية توجب شفاء مرضى من بركاته، إذا المال أوجد غنى لشخص من بركاته، إذا الطعام أشبع بطنك من بركاته، إذا الماء جعلك ترتوي من بركاته. النعمة الكبيرة، النعمة الصغيرة، كلها ترجع إلى هذه النعمة، إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ناهيك عن الموارد الخاصة التي يشفعون، يطلبون رحمة، يطلبون دفع عذاب. أذكر لكم قضية واحدة. من بركات إحدى بنات أهل البيت، أمس كان يصادف ذكرى ميلاد السيدة الكريمة فاطمة المعصومة سلام الله عليها على المشهور. هذه القضية أنقلها وأنا شاهد فيها، أنا بنفسي شاهدت هذه القضية وغيري، آلاف مؤلفة من أهل قوم الذين كانوا ساكنين في قوم شهدوا هذه القضية. قبل تقريبا 32 سنة أو 33 سنة تقريبا، أحد كبار مراجع التقليد في مدينة قوم المقدسة
رأى رؤيا وما عرف معنى هذه الرؤيا، رأى أن السيدة الكريمة فاطمة المعصومة سلام الله عليها رافع يديها بالدعاء، وسمع نداء أنها تطلب من الله سبحانه وتعالى دفع بلاء موجه إلى أهل قم. خلاص هذه الرؤيا كانت. ما هو معنى هذه الرؤيا؟ لا يعلم. ما مضت إلا أيام قلائل، 3 أيام 4 أيام تقريبا، إلا وحدث زلزال شديد في مدينة قم المقدسة. هذا الزلزال، تعلمون الزلازل، هناك أشياء من أهمها شيئان مؤثران في الدمار الذي يحصل بسبب الزلازل. أولا قوة الزلزال الذي يقاس بمقياس ريختر. الزلزال الذي يتجاوز 5 درجات على مقياس ريختر، هذا الزلزال يعتبر زلزالا قويا يترك ضحايا. الزلزال الذي يتجاوز 6 درجات يعبر عنه بأنه زلزال هدام. يوجد تشققات في الجدران، تسقط أسقف، دور تهدم، الضحايا تكون بكثرة عادة. هذا الشيء الأول، قوة الزلزال. الشيء الثاني الذي يكون مؤثرا في الدمار الذي يحصل بسبب الزلزال وليس أقل أهمية من الشيء الأول، هو مدة الزلزال. الزلازل عادة تكون بالثواني، 10 ثواني، 20 ثانية، غايته 30 ثانية. عادة الزلازل لا تتجاوز هذا المقدار، الزلازل العادية. إذا الزلزال حتى لو كان زلزالا عاديا، لم يكن زلزالا هداما، زلزال 5 درجات مثلا، طالت مدته أكثر من 0.5 دقيقة، هذا الزلزال سيترك ضحايا كثيرة ويهدم دورا كثيرة. مدة الزلزال، قوته ومدته. الزلزال الذي حصل في مدينة قم المقدسة، اسألوا أهل قم الذين كانوا آنذاك ساكنين في قم، كثيرا منهم يتذكرون، قبل 33 سنة أو 32 سنة تقريبا. هذا الزلزال أولا كان زلزالا هداما، قوة الزلزال كانت 6.7، زلزال قوي جدا. الأغرب من هذا، مدة هذا الزلزال كان ما يقارب من 1.5 دقيقة. العياذ بالله، هكذا زلزال في مدينة مثل مدينة قم، مدينة عادية، البيوت ليست بيوت قوية خصوصا آنذاك، كان المفترض بهكذا زلزال أن يدمر 3/4 المدينة، أن يأخذ 100,000 من الضحايا. ولكن وأهل قم الذين يتذكرون تلك الليلة الآن موجودون بآلاف، بالآلاف، بعشرات الآلاف أكثر، اسألوا بعضهم. هذا الزلزال بهذه القوة بهذه المدة لم يهدم دارا واحدة ولا قتل بسببه شخص واحد. تغيير معادلات التكوين بأيديهم، ليست بأيدي أهل البيت، هذه بنت مكرمة من بنات أهل البيت. هذه المعجزة ما رأها شخص أو شخصان، عشرات الآلاف، مئات الآلاف شهدوا هذه المعجزة. أم النعم هذه النعمة، نعم أم النعم هذه النعمة. كل شيء، التكوين، تغيير التكوين، هذا شيء جدا عظيم بيد بنت من بناتهم.
سلام الله عليهم أجمعين. أختم حديثي ببعض الأحاديث الشريفة التي وردت في تفسير هذه الآية المباركة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. انظروا، هذه الروايات الشريفة تبين أن هذا السؤال يوجه لمن؟ لنا أم لغيرنا؟ واضح أن السؤال يوجه لنا، لشيعة أمير المؤمنين، للموالين الذين حصلوا على هذه النعمة في دار الدنيا. أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة، روايات لطيفة. الحديث الشريف الأول عن حنان بن سدير عن أبيه سدير من الأصحاب المقربين للإمام الصادق، على ما ببالي أدرك الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. قال سدير: كنت عند جعفر بن محمد عليهم الصلاة والسلام، فقدم إلينا طعاما ما أكلت طعاما مثله قط. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لأنفسهم كانوا متقشفين، يأكلون طعاما عاديا، ولكن لضيوفهم كانوا يقدمون أفضل الأشياء. فقال لي الإمام عليه الصلاة والسلام، فقال لي: يا سدير، كيف رأيت طعامنا هذا؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، ما أكلت مثله قط، ولا أظن آكل أبدا مثله. ثم سدير يقول: ثم إن عيني تغرغرت فبكيت. فقال عليه السلام: يا سدير، ما يبكيك؟ قلت: يا ابن رسول الله، ذكرت آية في كتاب الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: وما هي؟ قلت: قول الله في كتابه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فخفت أن يكون هذا الطعام من النعيم الذي يسألنا الله عنه، طعام لذيذ جدا، أنا أكلت هذا الطعام، أخاف يوم القيامة الله عز وجل يوقفني. تعلمون، هو السؤال في يوم القيامة صعب، هو نفس السؤال مع قطع النظر عن الجواب. خشيت، أكلت طعاما لذيذا، هكذا طعام في خدمة الإمام عليه الصلاة والسلام. فخفت أن يكون هذا الطعام من النعيم الذي يسألنا الله عنه. فضحك حتى بدت نواجذه، الإمام تبسم بسمة كبيرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا سدير، لا تسأل عن طعام طيب، ولا ثوب لين، ولا رائحة طيبة، بل لنا خلق وله خلقنا، ولنعمل فيه بالطاعة. تأكل طعاما لذيذا، تتقوى، تعمل بطاعة الله، لا تسأل. نعم، العياذ بالله، إذا الشخص أكل طعاما تقوى، بدل أن يصرف هذه القوة في طاعة الله صرفها في معصية الله، العياذ بالله، ذاك له سؤال. ولكن تأكل طعاما لذيذا، تصرف هذه الطاقة في طاعة الله، جيد، لا بأس، لا تسأل. قلت له: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، فما النعيم؟ هذا النعيم في هذه الآية المباركة ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: حب علي وعترته. يسألهم الله يوم القيامة، لاحظوا هذه الكلمة، واضح أن السؤال موجه إليكم في يوم القيامة. يسألهم الله يوم القيامة: كيف كان شكركم لي؟ شكركم، كيف كان شكركم لي حين أنعمت عليكم بحب علي وعترته؟ الحديث الثاني، أذكر هذا الحديث وأختم. أبو حنيفة يسأل من الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية المباركة، عن معنى النعيم في هذه الآية المباركة. الإمام عليه الصلاة والسلام يرد السؤال عليه، يقول: أنت ماذا تقول؟ سأل أبو حنيفة من الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية، فقال له: ما النعيم؟ فقال الإمام عليه الصلاة والسلام له، لأبي حنيفة: ما النعيم عندك يا نعمان؟ أنت ماذا تقول؟
أقول هناك الماء البارد له مشكلة بالفعل. قال أبو حنيفة: النعيم هو القوت من الطعام والماء البارد. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه. كم مرة أكلت أنت في دار الدنيا؟ كل مرة يوقفونك. كم مرة شربت؟ كل مرة يوقفونك. يعني مشكلة. ليطولن وقوفك بين يديه. قال أبو حنيفة للإمام: قال فمن نعيم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد. وبناء تلفوا بعد أن كانوا مختلفين، وبناء ألف الله بين قلوبهم، وبناء أنقذهم الله من الشرك والمعاصي. دققوا الكلمة جدا عجيبة، لا ينقذ أحد من الشرك إلا بأهل البيت. خذوا الحساب، لا ينقذ أحد من المعاصي إلا بأهل البيت. اعرفوا المقصود. وبناء أنقذهم الله من الشرك والمعاصي، وبناء جعلهم الله إخوانا بعد أن كانوا أعداء، وبناء هداهم الله للإسلام، فهي النعمة التي لا تنقطع. نعمة مستمرة من النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الدنيا، هذه النعمة لا تنقطع. فهي النعمة التي لا تنقطع، والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم، وهو النبي وعترته. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن يجعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحق لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم لا تسلب ولايتهم من قلوبنا. اللهم بحقهم زد في قلوبنا حبهم وحب أوليائهم وبغض أعدائهم، واحشرنا في الدنيا والآخرة معهم، وارزقنا في الدنيا والآخرة شفاعتهم. والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر.